مرحبا شباب، هذا الفيديو يخص فتحة مرضية وصلتنا من أحد الأصدقاء استفسار عنها، وحبينا أن نسوي هذا الفيديو حتى نسوي نبين أعراض هاي الحالة وعلاجها. فوصلنا سؤال من صديق الصفحة يقول عين أبو حسين، فالسؤال رحم الوالديك، عندي بلبل صحته جيدة الحمد لله بمشكلة بالوزن ووزنه خفيف، ليش معقولة بيدود؟ ممكن طريقة العلاج؟ تحياتنا لك صديقي، وتحياتنا إلى كل متابعينا من خلال قناتنا على اليوتيوب، قناة علي الصياد، وصفحتنا على الفيسبوك بلاوي العلاوي علي الصياد. صديقي وعزيزي، أنت تقول صحته جيدة، يعني ما بشي هذا أولا، مو مريض. أما بالنسبة للوزن يجوز أنت متوهم بهذا الشيء حتى تشوف أنه وزنه قليل، وحتى لو كان وزنه قليل فشي طبيعي. المخاليف أو أغلبية المخاليف تضعف لأنه طاقتها تروح كلها لبناء الريش، فمجرد ضعف مؤقت حتى يبني ريشة وبعدها يرجع طبيعي. المهم عندنا حالة الدود، هواية الحالة هاي موجودة، فحبينا نبين لكم الأعراض مالتها. دود الأمعاء مرات يطلع ويا الخروج مال الطير، فينعرف الطير بدود، الدودة تشبه الخيط الأبيض هذا شكلها، ومرات ما يطلع فيبين عنده أعراض حتى يبين على المظهر الخارجي له. عندنا المظهر الخارجي يشوف الطير منعزل دائما خامل، اذا ويا غير بلابل هذا تشوفه انت منعزل عنهم. طبعا الموضوع يخص كل الطيور، اذا كان حمام او عصافير او هذه الطير دائما راح ينعزل وحده يبتعد عن البقيه. خمول بشكل عام وبوظائف جسمه كلها وبنشاطه، الريش مالته تشوف الريش بجفاف صاير. هسه تقول شلون نعرف الريش يصاير بجفاف؟ الريش يكون لونه باهت، ما بي لمعه مثل هسه الريش الموجود، ما مصفف، يعني شلون المكسر مخربط، هذا يكون هيك ريشه. جناحاته اثنيناتهن مهدلات نازلات على العود، يعني مبين الطير تعبان كلش. الخروج مالته عباره عن سائل مي بس، والشغلة الأهم قلة الشهية مالته، يعني شهيته كلش قليلة، يتباوع الأكل مالته يادوب يقل كلش، ويعني باقي على حتّى. هاي الأعراض مال الطير المصاب بالديدان. العلاج مالته أول خطوة تعقم القفص الطاهرة، يعني تريد عندك بالديتول أو بخل التفاح حتى تقتل الديدان. الديدان طبعا البيوض مال الديدان راح تطلع دائما بالخروج مالته، وراح يرجع من ياكل راح يرجع ياكلها من جديد، فتصير دورة حياة داخل مداخل دائرة مداير الطير، يعني حتى لو يطيب من عندها راح يرجع له من خلال الخروج مالته، يعني ياكل له شيء او الضروب مالته صايرة بمكان، والضروب مالته كلها تحتوي البيوض. فاحنا شو نسوي هنا؟ تنظيف مستمر يوميا، نشيل الفرش، ولما نشيل الفرش القفص يطهر بالديتول او بخل التفاح حتى نقضي على البيض. اما الطير اكو علاج بالبيطره اسمه البيبيزاين، يعني كلمه من التسميه الطبيه، او تستعمل له علاج اطفال من الصيدليه البشريه، ماكو مشكله، بس يتخفف اكثر لعلاج دود الامعاء، وان شاء الله يطيب والمرض مو ذاك الخطوره به. ان شاء الله وصلت المعلومه، وتحياتنا لكم.